مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، يمكن شفنا شوط اول دون المستوى، خالي من الاثاره، خالي من المتعه، وكان التعادل هو الاقرب لولا ركله الجزاء. بالظبط زي ما انت قلت كده ايمن، واضح ان البدايه كانت حتى لفرقتين، يعني النهارده الميس باس يمكن كان كتير جدا واضح في الشوط الاولاني على الاهلي وعلى المقاولين، لكن النادي الاهلي طبعا وقع في اخطاء. عايز اقول لك الخبره بقى، يعني بعض الاخطاء بالنسبه في المواقف الدفاعيه اللي منها جت ضربه الجزاء قبليها، يمكن انا كنت مع اسامه بنتكلم على عبد الرحمن مانو، استلامه للكوره والمهاجم جاي في وشه، واخد بالك؟ دي برضك من ضمن الحاجات خطر طبعا. لكن طبعا محتاجه وقت، لان هم صغيرين ما عندهمش الدرايه بالخبرات ديت. لكن عايز اقول لك يا ايمن، لما كان هاني موجود معاهم كان بتبقى الامور يمكن فيها توازن بالنسبه للدفاع بشكل كبير، عشان هاني يمكن عنده من الخبرات اللي يقدر يتكلم عبد الرحمن مانو انه يقدر يشتت في الحاجات اللي بالشكل ده. يعني طول ما الكوره موجوده في خط ال 18 وفي خصم موجود، مطلوب من المدافع مبادئ الدفاع انه يشتت الكوره عشان يامن الجزئيه ده. والخطا الثاني اللي احنا وقعنا فيه اللي هي ضربه الجزاء اللي حصل فيها تهور من مدافع النادي الاهلي في حته العرقله، يعني المدافع اللي هو محمد مغربي يعني استعجل وتهور في حته ان هو ينقض على اللاعب او يقطع منه الكوره. في الحاجات دي بالذات لو انا مش طايل الكوره، يبقى مبادئ الدفاع يا ايمن ان انا احلق وابدا اشوف هيخرج من الناحيه دي، انقض عليه هيخرج من الناحيه دي، المهم اصبر، يبقى فيها شيء من الصبر. ودي من ضمن محتاجه خبرات بشكل كبير. يمكن ده التهور اللي حصل من مدافع النادي الاهلي محمد مغربي اللي اتسبب في الهدف، الكوره الوحيده اللي راح فيها المقاولين العرب على النادي الاهلي، هي ضربه الجزاء اللي كانت في الدقيقه 38 اللي اتحسب منها ضربه جزاء، ثم طبعا احراز محمد حمدي زكي هدف المقاولين العرب. يمكن خبره المقاولين واضحه قوي ان هي اعلى من خبره لعيبه النادي الاهلي، قدروا يستغلوا اول خطا، قدروا يستغلوا ضربه الجزاء وقدروا يجيبوا منها هدف بشكل جيد. يعني صحيح كابتن شريف، يمكن احداث الشوط الاول كانت ما بين الفرقتين، يمكن حتى كان لعيبه النادي الاهلي هم الافضل، استحواذهم الافضل وخصوصا بالظبط، ولكن زي ما قال الكابتن ماهر كانت كرات كتير جدا مقطوعه. مش معنى الثقه ان يتاخر في التنفيذ، بالظبط مش معنى ان انا عايز العب بهدوء ويبقى عندي ثقه بالزبط. في الملعب وانا متحكم في الكوره وكل حاجه. صحيح. بص ايه اللي كان ينقص لعيبه النادي الاهلي؟ تواكب بقى دي. أيوة. لازم تواكب تحركات للاعب اللي معاك كوره. تاني حاجه، في حاجات احنا كلنا لاحظناها واحنا قاعدين، جرأه الوصول لمنطقه جزاء الخصم، مش احنا ما عندناش وقت كتير. انت لما بتروح وكره بتدي لك وبتنقلها انت صح وبتروح لمنطقه جزاء الخصم، لازم تتعامل باحترافيه، لازم تتعامل باي شكل، انك بتلعب فرقه عاديه جدا. صحيح. انا بصراحه انا مستغرب اذا كان النادي الاهلي بيجرب الناشئين وبيعمل التجربه دي، ما بالك بقى بحال الفرق الثانيه اللي هي زي المقاولين وزي بيراميدز وزي جونه وزي الفرق اللي احنا واسماعيلي. الفرق دي انا مش عارف يعني ازاي انا اقدر احاسب الفرقه دي، بس ما اقدرش دلوقتي احاسب شباب الاهلي، لو ان المدرب واقف على الخط بيحاسبهم وعايز الاقوى وعايز الاحسن. صح. تاني حاجه، انا عندي شك في ضربه الجزاء دي، تعرف انا ما مش هتكلم في ضربه الجزاء. هو دخل حط رجله، بس لاعب المقاولين لو تلاحظ حط رجله على الكوره، يعني بياخد الكوره فطلعت رجليه فوق الكوره فراح متزحلق بيها، فالحكم ادى التداخل مع يعني شكل ان ممكن يكون هو السبب. انا شايف ان اللعيب المقاولين هو اللي داس على الكره وقع، بس نهينا عن ضربه الجزاء، انما انا كان عندي ثقه وانا قاعد بتفرج ان لعيبتي لو عندها جرأه شويه في الوصول لمنطقه الجزاء وتقدر تفنش الكره صح، كانوا ممكن يتعادلوا الشوط ده، وكانوا ممكن يكونوا متفوق من الاول. صحيح. فالحقيقه انا بهنيهم على الانتشار. صحيح. وما استنى منهم المكسب مش تعادل بس. كابتن اسامه، ممكن الشوط الثاني الاهلي يرجع للمباراه؟ ممكن طبعا، بس عايز مزيد من الجرأه الهجوميه. يعني الشوط الاولاني احنا شكلا في التنظيم الدفاعي معقولين جدا، ما فيش قافلين على مفاتيح اللعب بتاعت المقاولين كويس، هو محمد حمدي زكي ولويس انستروزا وادواردو. الوحيد اللي عامل قلق مامادو نياس، حتى هو اللي جاب ضربه الجزاء. واقفين بنلعب مثلا تلتين ملعب او ساعات نص ملعب، متقفل على الاجناب كويس، متقفل في العمق كويس، الثلاثه اللي ورا محمد مغربي ومانو ومحمد شرقيه بيلعبوا قافلين كويس، لكن الجزء الهجومي ما فيهوش شراسه. ايوه.
يعني الاول قبل ما حسام يتصاب كان لوحده خالص، ما فيش حد معاه، فيش معاونة. زياد بعيد المفروض يلعب للعمق اكتر ويشتغل برده، نفس الشيء فخري، نفس الشيء الاطراف كريم فؤاد واشرف، لازم نتقدم للامام اكتر يعني عشان مسانده هجوميه. يعني المفروض الثلاثه المدافعين اللي في الخلف مع عمار ومحمد اشرف بعد ما نزل اصابه محمد محمود يزقوا الناس لقدام ويبتدوا يعملوا زياده عدديه داخل ال 18 عشان يبقى في خطوره. الخطوره طبعا الشوط الاولاني قليله ناحي في الناحيتين، يعني سواء شوبير او حسن شاهين ما فيش اختبارات حقيقيه، يعني لان الاثنين محرسين شويه. الاطراف برضه يا كابتن لازم يكون ليها دور واضح. ما انا قلت كريم فؤاد ومحمد اشرف لازم دورهم يبقى اكتر من كده بالظبط. وطبعا بطبيعه لعب مستر موسيماني ان محمد فاخر وزياد طارق بيخشوا للعمق، هم المفروض يستغلوا الخطوط قوي ويبتدوا يشتغلوا كتير على الحاجات العرضيه. وكريم طارق وزياد وفاخري مع اشرف وعمار يبقوا على ال 18 عشان يعملوا زياده عرضيه مع محمد سيد غريب عشان ما يبقاش لوحده. ولكن لازم برضه دفاع النادي الاهلي ياخد باله من الهجمات المرتده عشان سرعه مهاجمي المقاولين العرب. طب ما فيش شك، احنا قلنا من الاول ان لويس ادواردو اخطر واحد فيهم وسريع، يمكن هو النهارده واقف، لكن لما يتمسح له مساحات ورا هيبقى خطر، فلازم ياخدوا بالهم منها. وبرضه مامادو دونياس يعني. صحيح. كابتن عادل، توقعاتك لاحداث الشوط الثاني وايه اللي كان ينقص النادي الاهلي الشوط الاول؟ عمار حمدي يلعب على الطرف، ما يلعبش في الديفندر، لان عمار حمدي عنده خبره ميدانيه كويسه في حته الطرف اليمين او الشمال، عشان احنا حته الطرف احنا مقفول علينا كويس قوي. عدم الخبرات اللي هي بتاعه زياد طارق ومحمد فخري، ما عندوش السرعه ودخول محمد فخري يمين كتير وشمال كتير. لكن انت لو بتتكلم على نص الملعب، لازم نص الملعب يبقى عمار حمدي ينزل ديفندر حاجه كويسه، وممكن تغير واحد من فخري او زياد طارق في الوقت ده، تلعب واحد ديفندر غيره وعمار حمدي مين يبقى مين ينزل من اللعيبه اللي بره؟ يعني في عندك رأفت خليل، ممكن صالح نصر، ده طرف كويس قوي، طرف كويس جدا صالح نصر، يوسف الشريف مثلا. لكن اهم واحد بالنسبه لي انا في حته التغيير الطريقه عمار حمدي. عمار حمدي هو اللي عنده الجرأه، لانه عنده الخبره والجرأه اللي ممكن يروح على الجون يعوض لك الجون، على انك انت عندك محمد اشرف وكريم فؤاد مقفول عليهم من لعيبتنا، مش من اللعيبه، ما بيدخلوش كويس. ما بيدخلوش سريعا وكويس، وبعدين لما بيدخلوا احيانا لما الكره ما بتبقاش معانا يعني، او الكره معاك ومش هتعمل على الناحيه الشمال. الحاجه الثانيه المهمه ان محمد اشرف وكريم فؤاد، المفروض ان كريم فؤاد عنده خبرات اعلى من محمد اشرف شويه، المفروض هو اللي يهاجم اكتر ومحمد اشرف يخش كرابع في الحته الدفاعيه. والناحيه الثانيه لما بيخش كريم فؤاد، لما بيخش محمد اشرف، كريم فؤاد بيخش كرابع، يدي اللي من ناقصك عشان نص الملعب. ولكن انت ماشي كويس، وخلي بالك انت بتلعب فرقه المقاولين الاساسيه، انت بتلعب ناشئين، الناشئين ماشيين كويس قوي، بالعكس سيروا الموضوع كويس. لكن في حته بس عدم الخبره اللي هي البنالتي اللي جت فيها، انا شايف انه يعني ما فيش حد بيشيل الكوره بالقوه دي، انت لازم تبقى اسرع وقوتك اقل، علشان عقبال لما بتحط رجلك يكون المهاجم بيزق الكره من قدامك. صحيح. معظم البنالتي بيحصل كده، ده خبرات، الخبرات رقبتك بتشتغل. الكابتن ماهر كان بيتكلم في الموضوع ده عشان شغل رقبتك بسرعه، لو كان شاف ان في واحد جاي كان ممكن يستدي شويه وما كانش شاط. بس هو كابتن ماهر قال حاجه برضو كمان، لما تحس بضغط المهاجم عليك تخلص من الكوره، انك تلعبها قدام حتى لو ما راحتش لوحدك. ايوه بس يعني مش هو لازم عاوز تطلع يتخلص من رجلك لوحدك، ما هو عاوز يتخلص منها. انت لو شفت البنالتي تاني اللي انا بقوله ايه، انه البنالتي هو حب يتخلص فالراجل زق فخبط رجله، فحط رجله. عشان كده انا بقول ايه، انت لو بصيت بدري وحسيت اللعيب بدري ممكن حاجه زي دي تحلق. كابتن ماهر قال كده، حلق. اصل في واحده مانو عملها قبلها اللي قصده عليها، لما حصل لي عليه ضغط من المهاجم بس هو اتبطئ كتير قوي. يعني حلق افضل من انك انت، هو بيحط، اصل الفكره في ايه، المهاجم دايما يحط رجله علشان المدافع هو بيكمل الشيله تخبط فيه، واكتر من بنالتي جه في الوقت ده. وكريم فؤاد
عدلته لناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ بيلعب يمين وشمال، بيلعب هنا وهنا، بيلعب ناحيه اماميه كمان، وعنده الناحيه الهجوميه كويسه قوي، ممكن يلعب طرف شمال. بس هو خلي بالك عشان هو بعيد عن فورمه المباريات هياخد وقت. لا وزي ما قلنا المنظر يعني هو بيلعب مع لعيبه برضو محتاجه تتساعد. صحيح. لكن لما يلعب مع الفريق الاول ولعيبه الفريق الاول هيساعدوه، لكن طلعوه ويخرجوه. صح زي ما قلت، هاني لو موجود في خط الظهر معاهم كان فرق، يقدر يساعدهم شويه. تقل يعني انت الخبرات اللي موجوده في كل خط تقدر تساعد بشكل كبير جدا. صح. يعني احنا بنتكلم على هاني في خط الظهر، يعني عمار مع محمد محمود كان في نص الملعب، حسام بالنسبه لخط الهجوم، لما يبقى في كل خط في راجل خبره يقدر الامور كمان مع الوقت. يا ايمن يعني لو حصل ان التعادل استمر كده مفروض يغير الطريقه، يشيل لو قصدك النتيجه في استمرت كده 1-0 يعني. يشيل واحد من السيرباكات، وهو خاصه محمد احمد شريعه على اساس عبد الرحمن منو مغربي بيلعبوا على طول. ايوه. وينزل راس حربه ثاني يلعب 4-2-3-1 او 4-4-2. صحيح. في رأفت خليل المره فاتت لما نزله عمل ازعاج في الثلث الاخير. الكلام ده مثلا بعد 20 دقيقه او حاجه لو ما حصلش تغييره في الناحيه الهجوميه يعني. عموما نتمنى التوفيق لشباب الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله لتحقيق التعادل ثم الفوز. هنروح لفاصل وبعدين بعد نهايه احداث المباراه نرجع لحضراتكم مره اخرى، ارجوكم انتظرونا.